بكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الحوارية اللي حنتناول فيها تغليظ العقوبات على الإتجار وسرقة الآثار. احنا عارفين الأربع اللي فات في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي وافق على إدخال بعض التعديلات على قانون الآثار، وتم الموافقة بالفعل على تغليظ عقوبة الإتجار والحفر العشوائي والتصدير للآثار لتصل إلى السجن المؤبد مع غرامة مالية مشددة، وسيتم إرسال هذه التعديلات لمجلس النواب. هنناقش النهاردة هذه التعديلات الجديدة على هذه القوانين. معنا دكتور يوسف حامد خليفة، رئيس قطاع الآثار المصرية السابق. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. قبل ما نبدأ يعني نوجه لحضرتك الأسئلة في هذه الفقرة، وبالأخص رأي حضرتك في التعديلات الجديدة اللي هي طرأت من 83 ل 2010 مرتين تعديل فقط. خلينا نتابع هذا التقرير مع السادة المشاهدين، نرجع لحضرتك مرة تانية. انطلاقا من حرص الدولة على حماية الآثار من السرقة والتهريب، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إدخال بعض التعديلات بقانون الآثار تتضمن تغليظ عقوبة الإتجار والحفر خلسة وتهريب وتصدير الآثار لتصل إلى الحبس المؤبد والغرامة المالية. ويحتوي القانون على 10 مواد تختص بالعقوبات تتعلق بأعمال الحفر والإتجار وتهريب الآثار، وذلك بعد المستجدات التي شهدتها البلاد عقب ثورة يناير، خاصة فيما يتعلق بعمليات سرقة وتهريب الآثار. بعد ثورة يناير 2011 الآثار تعرضت لسرقات وتعديات كتير، فكان أول حاجة لازم نعملها إن احنا نغلق عقوبة بتاعة الحفر خلصة، بتاعة الاتجار، بتاعة نقل الآثار، بتاعة البيع، بتاعة إتلاف الآثر، بتاعة الحيازة الآثر بدون ترخيص، وضع الإعلانات على الآثار، يعني عملنا كل حاجات تحافظ على الآثار وعلى قيمة الآثار. وللحد من المضايقات التي يتعرض لها السياح من قبل البائعين، تم استحداث مادة في القانون لم تكن موجودة من قبل تغلظ العقوبة على البائعين تصل إلى غرامة من 3000 إلى 10000 جنيه. كان مقترح من وزارة الداخلية تم إضافته، وهو المضايقات التي يقابلها السائح داخل الأماكن الأثرية متاحف. حضراتكم بتشوفوا النهارده ناس بتروح تفرض على السائح انه يشتري حاجه غصب عنه ويروح عليه، فالنهارده اتعمل لها غرامه ماليه كبيره عشان تحد من الظاهره اللي بتزعج بعض ضيوفنا. ولتعظيم الاستفاده من الاثار المصريه، اوضحت وزاره السياحه انه سيتم تكوين هيئتين للمتحف المصري الكبير ومتحف الحضرة، وإنشاء شركة قابضة للاستثمار بالمواقع الأثرية لإدارة تلك المواقع والاستفادة منها واستخدامها كمورد دخل للوزارة. كما تطالب وزارة الآثار بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين جميع المناطق الأثرية وإحاطتها ببوابات إلكترونية بما يكفل الحفاظ عليها وتجنب تعرضها لأعمال السرقة والتهريب. أرحب بضيفي دكتور يوسف حامد خليفة، رئيس قطاع الآثار المصرية السابق. أهلا بك مرة ثانية. أهلا وسهلا. رأي حضرتك في إدخال بعض التعديلات الجديدة في قوانين الآثار؟ وأشوف حضرتك، يعني أنا عايز أقول للناس إن إحنا انتظرنا قانون 117 لسنة 83 لأنه فعلا وقف نزيف خروج الآثار بره مصر، خاصة عملية القسمة بين البعثات والحكومة المصرية وعملية الإتجار والتهريب، كل ده وقفه قانون 117 لسنة 83. لكن في الحقيقة المواد بتاعته وخاصة المواد اللي بتتعلق بالعقوبات ما كانتش مغلظة، وفي نفوس ضعيفة كتير قوي، وفي من يريد الثراء السريع، فكانت عمليات الحفر والتنقيب خلصة عن الآثار على شدها. يعني حضرتك بيبقى العقوبة إيه؟ 6 شهور سنة إذا اتمسك، وغرامة بسيطة، غرامة بسيطة يعني عمرها ما بتوصل ل10000 جنيه. فيعني الناس كانت بتقول أنا يعني احتمالية أني أنا ما اتمسكش كتيرة،
فكان فعلا موجود عمليات الحفر والتنقيب والتهريب كتيرة جدا. في سنة 2010 صدر قانون 3 وقانون 61 ل 2010، إلى حد ما كان في تعديلات على قانون حماية الآثار 17، لكن برضو ما كانتش كافية. الفترة دي كان المصاحب ليها الانفلات الأمني الشديد، وكنا شايفين في سرقة آثار كبيرة جدا وكان بيتم تهريبها للخارج خلصة برضو. بس ده يعني عايز أقول لحضرتك كان قبل 2011، هو صدر 2010. لكن أنا شايف أن أحسن فترة، أحسن فقرة في 3 و61 ل 2010 اللي هي أباحت للناس اللي عندها آثار في بيتها نتيجة وراثة عن أجدادها، وخاصة الآثار اللي بتنتمي للفترة العثمانية وبالتحديد أسرة محمد علي الأسرة العلوية. ما من منزل وما من قصر وفيلات موجودة في مصر وفي جميع محافظات مصر إلا وفيها بعض القطع اللي بتنتمي للفترة دي. فكان يعز عليه ان هو يقول انا عندي او بيخبيها، وفي بعض الناس ما كانوش يعرفوا انها اثار. ففعلا القانون 3 و61 يعني ابلغ الناس اللي تشك فيه ان انت عندك اثار تقدم الى المجلس الاعلى يعني للاثار، مقتنيات او الانتيكات التابعه لاسره محمد علي في هذا الوقت بتعتبر اثار. احنا بنشوفها حضرتك في الاسواق المصريه، يعني سوق الجمعه مثلا بيبيع بعض من مقتنيات محمد علي. ده صحيح على فكره، لكن ما هي من الفتره دي، انما ما هياش من مثلا البيت الملكي او، لكن انها فعلا اثريه بعد معاينتها. اذا اتمسكت اللجنه الاثريه المتخصصه في الفتره دي بتقول ايه التاريخيه وتقيمها، وبالتالي اللي اتمسكت معاه القانون برضو 3 و61. طب اللي اشتراها او اللي هينزل ناوي ان هو يشتريها ويقتنيها عجبته مثلا؟ كويس، ما انا بقول لحضرتك بقى هنا القانون اباح له الاحتفاظ بها، ولكن عن طريق مجلس الاعلى للاثار، ان احنا بنسجلها في سجلات وبنديله سجل، واحنا عندنا كل وبتعمل المرور عليه وله الحق في التنازل عنها للغير. نعم بعض الناس بتبيع وبتقول انا بتنازل عنها طبيعيه، لكن انا اللي يهمني انا اتتبع القطع، مين عند مين المقتني الجديد، عشان حتى كمان يبقى في قاعده بيانات او مسح شامل لجميع المقتنيات او الاثار الموجوده خلال هذه الفتره. بالظبط، واروح عند المقتني الجديد واحيزها واحطها في سجل، ولكن بشرط يعني هو له حق التصرف، ولكن ألا يترتب على هذا التصرف خروج القطع برا مصر. طالما هي جوه وأنا عارف مين اللي مقتنيها هو هيحافظ عليها، لأن عندنا كتير في المتاحف وفي المخازن، لكن في بعض أفراد فعلا عندهم حب الاقتناء لكل ما هو جميل وكل ما هو له قيمة فنية، وبالتالي إحنا بنحب أنها تكون عنده وبنتبعها عنده. إيه بقى لي تغليظ العقوبات اللي حصل فعلا من يومين ثلاثة؟ احنا كنا في لجنة وكانت بتعقد بصفة مستمرة ودورية في المجلس الأعلى للآثار لمدة سنتين أو أكثر من سنتين، وأنا كنت أشرف بأن أنا أحد أعضائها، وكنا مركزين على تغليظ العقوبات إلى أن صدر فعلا أو تمت الموافقة عليه من مجلس الشعب من يومين ثلاثة، وده طال انتظاره، لأن كان حضرتك الحفر والتنقيب خلصة جنحة، والحيازة بدون سند جنحة، والإتجار في الآثار جنحة، إلا التهريب كان جناية. طيب إزاي أنا أخلي التهريب جناية وما أحاولش من المنبع أن أنا أحط الحفر والتنقيب خلصة جناية؟ لأن إن لم يكن هناك حفر وتنقيب فبالتبعية يكون هناك إتجار ولا حيازة ولا تهريب. فإحنا ده اللي ركزنا عليه، وفعلا تمت الموافقة على أن الحفر خلصة هو جناية وبتصل عقوبتها في التغليظ الجديد إلى المؤبد. وأفتكر
ده هيوقف شويه. مين اللي بيسمح بالحفر خلسه او حفر العشوائي في المناطق الاثريه؟ يعني مين المسؤول؟ مش المناطق الاثريه بس، النهارده الناس احنا هنمسك المناطق الاثريه وهنمسك كمان الاراضي الخاصه بالنسبه لبعض الاهالي او المواطنين. يعني في حد بيحفر بيلاقي اثار فرعونيه او اثار من العصور الاسلاميه، بيقول لك دي بتاعت اجدادي ودي في ارضي انا هاخدها بتاعتي. تمام، ازاي بقى يعني يكون هو عنده الوعي، هو يكون عنده برضو حب الوطن وحب الاثار المصريه الحضاريه العريقه انها ملكنا كلنا، فيقدر ان هو يرجعها. اشكرك على هذا الطرح. هو بالنسبه للشق الاول من كلام حضرتك، الحفر خلص في المناطق الاثريه ده نادر جدا، واذا كان فبيكون في المناطق الشاسعه. يعني اضرب مثال بسيط قوي في حياه الوادي الجديد، وكان في وقع في الاهرامات اللي هم بعض الشباب كسر حجر الهرم وابتدى ان هو يبيعه على ان هو دي حاجه ثانيه. دي حاجه ثانيه، احنا بنتكلم عن حضرتك فانا معاكي في الحفر. فعشان ما نمشي في المناطق الاثريه، اذا كان منطقه شاسعه الامتداد، يعني انا كنت طالبت لما كنت رئيس قطاع اني يعني يا ريت منطقه زي الوادي الجديد ده يكون المرور عن طريق يعني عربيات حديثة جدا، أو المانع نتساعدنا القوات المسلحة بطائرة هليكوبتر في المرور على المناطق دي، لأن فعلا ما يقدرش أي أثاري أو أي غفير إن هو يسيطر على المنطقة الشاسعة دي. أما الحفر في ملك الأفراد أو تحت بيته كده، طب أنا هشوفه إزاي؟ هو في بيت أربع جدران وبيشتغل، إن لم يكون بيطلع لي ردم بره ويبتدي إن هو يتشاف إن في ردم طالع، فبتدي إيه الجهات الرقابية بقى متمثلة في مباحث الآثار، في الرقابة الإدارية، في الأمن العام، يبتدوا يشوفوا إيه القصة دي. لكن أنا يعني من خلال برنامج حضرتك أنا بخاطب ضمير الناس. الآثار مش ملكك، والآثار حرام شرعا انك انت تبحث عنها وتستحوذ عليها بمفردك. اذا كانت هناك ثروات طبيعية تحت ارضك زي مثلا بير بترول، زي مثلا عروق من الذهب، انت ليك نسبة فيها وليك حق فيها. انما طب اللي يلاقي الأرض تحت بيته هل ليه نسبة لو هو رجعها ولا؟ نعم، اي حد يجيب لنا قطع أثرية هو له مكافأة. المكافأة دي بتحددها اللجنة المختصة، سواء كانت اللجنة الدائمة للآثار المصرية أو الآثار الإسلامية، مقارنة أو نسبة لقيمة الأثر، قيمة الأثر، المادة اللي مصنوع منها الأثر، قدم الأثر، هل مكتوب عليه نقوش بتنتمي لملك معين، الكلام ده كله. فأنا يعني زي ما عملنا كده إدارات اسمها التربية المتحفية والوعي الأثري. معلش احنا عايزين نشتغل على الشباب الصغير، على الطلبة، يعني حلم الثراء السريع لكثير من الشباب بيراودهم دون وعي في الحفر أو التنقيب. ويعني مثلا في مدينة القاهرة بنلاقي كتير من الشباب بيروح يحفر في منطقة عين شمس أو المطرية، وخصوصا بقى بعض الاكتشافات الأثرية الأخيرة، يعني تحت البيوت دي كثير من الأثار المخبأ. نعم. هي اصلا منطقه عين شمس والمطريه مقام على مدينه اون اللي هي سميت هليوبلس في العصر اليوناني الروماني اللي هي شمس دلوقتي، وكلها اسماء مرتبطه باله الشمس او يعني معبود رع. لان نظرا للكثافه السكانيه وطبيعه الناس مع احترامي ليهم هناك وما يراودهم من ثراء سريع، وان كل واحد تحت بيته هيلاقي، وان كل واحد هيستطيع يتصرف فيما ايده، وطبعا ده امر صعب جدا لدرجه ان في بعض ناس البيت هدم عليهم وفي بعض ناس توفوا. انما ما زال مسلسل الحفر خلصه برضه مستمر، لنأمل ان بعد تغليظ. طب ايه الاسباب اللي هي بتدفعهم للحفر، مع ان حضرتك تقول في برامج توعويه في هذه المناطق، وان يعني الاثر حرم شرعا لان هو غير ملكه، ايه الاسباب اللي هي بتدفعه فعلا ان هو يحفر بطريقه غير شرعيه؟ يعني خلينا نتفق ان فعلا الحي ده معظمه فقير
زي المنيا، ما في احياء فقيره، واكثر قضايا اثريه بتتعلق بالحفر بتيجي من محافظه المنيا، يعني مش لازم عين شمس. لكن هو فعلا مراوضه الثراء السريع للافراد معدومي الضمير او اللي ما عندهمش قناعه هو ده السبب الرئيسي. وبيدخل في الموضوع ده كمان الدجالين والنصابين. يعني انا يعني بقول مقوله اني طالما الطماع موجود اللي هو بيبحث عن الثراء السريع فالنصاب بخير، لان النصاب بينصب عليه، يعني حتى بياخد منه بعض اموال، بياخد منه بعض ممتلكات امل ان هو هيطلع له ما في باطن الارض. تقصد بيه بقى مافيا الاثار؟ لا، النصاب اللي هو حضرتك بياخدوا منهم بقى الاثار، بياخد منه الفلوس وما بيدلوش اثار. لكن هناك فعلا مافيا، والمافيا الاثريه في، احنا خلصنا القانون وبرضه هتكون في هناك مافيا اثريه، لان التجاره رائجه جدا، والناس بره في اوروبا وفي امريكا عندهم هوس بالاثار المصريه. وفي مزادات كمان بتقام على قطع الاثريه على مستوى العالم، يعني برضه عايزين نتطرق لنقطه، كيف يتم استعاده الاثار المصريه المنهوبه او المسروقه وما تكونش مسجله يعني، او ما لهاش قود في المتاحف المصريه او في هيئه الاثار؟ طيب شوف حضرتك، احنا في اتفاقيه اسمها اليونسكو، دي كانت 1972، احنا مضينا عليها لان دي يعني كويسه بالنسبه لنا. الاتفاقيه دي اقرت ان اي قطع اثريه او فنيه تاريخيه خرجت من مصر بطريق شرعي او غير شرعي بعد، أو يعني اسف، قبل 72، لا يحق لي المطالبه به، يكون بطريق شرعي. طريق شرعي يعني ايه؟ يعني قسمه ناتج حفاير بيننا وبين البعثات، لان كان القانون بيبيح الاتجار، وكانت هناك لجنه مقيمه في المتحف المصري في التحرير لمن يريد ان يصدر اثار لغايه 83، اذا كانت اثار مكرره وغير جريده فكانوا بيسمحوا بالتصدير، فكل ده طريق شرعي. اما الغير شرعي فبنقدر نسترده. بعد 72 سهل جدا جدا اي قطعه تخرج، حتى لو ما كانتش مكوده زي ما حضرتك قلتي او ما كانتش مسجله. ازاي؟ اذا خرجت من الحفاير، مثلا هقول حفاير شرعيه، وقبل ما ترقى الى التسجيل فهناك دايري، يعني يوميات او دوليه، يعني انا لما كنت مفتش كان بيبقى معايا كراسه والحفاير شغاله، المثال ده طلع بقول طلع من المجس الفلاني على عمق قد كذا في يوم كذا الساعه كذا ووصفه كذا، هذا تسجيل ويؤخذ به في الانتربول الدولي. نعم. غير ان انا اسجله بقى تسجيل شرعي في له كود وله رقم سجل في السجل الرئيسي. فانا عايز اقول بس من غير التنقيب الرسمي. ايوه. طب لو بنتكلم عن التنقيب الغير الرسمي او التنقيب العشوائي. فهمت حضرتك. عمل تنقيب عشوائي وخرج اثار والارض خرجت فعلا. انا عندي اداره اسمها الاثار المستورده، مجموعه من شباب الاثريين على مستوى عالي جدا والمدير بتاعهم على مستوى عالي جدا، دول لا هم ليهم الا ان هم قاعدين على اجهزه الكمبيوتر والتواصل مع صالات المزادات، بيشوفوا كل ما هو جديد بيعرض. اي جديد بيعرض لازم نستفسر ده اتعرض مين المالك ليه، والصاله دي بتعرضه على اي اساس. فاي خيط بيظهر بنبتدي نتتبع بوالي الشحن اللي مشيت بيها واللي خرجت من هنا لغايه لما بنثبت ان ده دخل البلد دي في خلال السنه او خلال الست شهور، يبقى بينطبق عليه اتفاقيه اليونسكو بتاعت 1972، وبقدر نجيبه بعد لما بنقول انت مصدرك ايه، جبته منين. نعم. ما فيش طريق شرعي انت جبته منه، فبالتالي سهل جدا اني انا اجيبه. كل ده اللي احنا بنعمله حضرتك بنحاول نقلل ونحجم من عملية تهريب الآثار خارج مصر. طب شايف تقليص العقوبات الأخيرة ممكن تكون رادعة وتحد فعلا من هذه الظاهرة؟ ما فيش كلام، يعني أنا حضرتك يعني بالقياس
لما يجي واحد يقول أنا هشتغل حفر خلصة وههرب، يعني إيه كل ما هنالك؟ لو اتمسكت هتحب السنة وادفع 3000 جنيه جنحة. لكن لما يعرف دلوقتي إن هو لو اتمسك هتبقى جناية وهيبقى تصل عقوبتها للمؤبد، ده بالتأكيد هيفكر 1000 مرة. بس ده يعني عايزين بالتوازي يبقى في برامج توعوية تخاطب الشباب، وخاصة الشباب اللي هو بيرفضوا حلم الثراء السريع وما عندهوش وعي ان هو بسرقة هذه الآثار ممكن هو بيطمس الهوية. نعم. المصرية. هو زي ما قلت لحضرتك كده، احنا عملنا إدارات متخصصة في التربية المتحفية والوعي الأثري، دي بتشتغل على المدارس وعلى مراكز الشباب ومراكز المرأة وعلى الجامعات، أي تجمعات. وبنحب السن الصغير علشان يبقى فيه بين الأر عملية ربط وحب للأثر. حضرتك برضو من خلال برنامجك أهو بنقول أنا عملت كتاب مش على اسمه طبعا، ورخيص جدا وممكن كل الناس تريه وحيعرفوا يعني قد ايه آثار مصر عرض وشرف للمصريين ونفتخر بيها، وبلاش ان احنا نتاجر وبلاش ان احنا نعرض. احنا في نهاية نشكر دكتور يوسف حامد خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية السابق، شكرا جزيلا لحضرتك. عفوا، اهلا بيك يا فندم. نتحول مشاهدينا لموجز لأهم الأنباء.